أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة الحلقة هتكون مميزة، هتكون مميزة لسببين. السبب الأول لأن هتشاركني تقديم الحلقة الدكتورة منار الغنام. دكتورة منار، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذ أحمد، أهلا بك والسادة المشاهدين. السبب الثاني لأن النهاردة هتكون حلقتنا عن الإنشاد الديني. الإنشاد الديني يعني كلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة عظيمة جدا، والحلقة هتكون مليئة بالروحانيات العالية، الحاجات اللي كلنا بنحتاج ليها. هيكون مشرفني في الحلقة المنشد الشاب المتميز الأستاذ محمود حامد البدري، وهو من مركز الغنايم محافظة أسيوط. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بيك. الحمد لله، تمام، بخير. شرفت ونورت برنامج حلم حياة. الله يكرمك. أهلا بيك يا أستاذ محمود. طبعا أنا مبسوطة جدا بوجودك لأنك كمان منورنا من أسيوط، وخطوة عزيزة. أولا أحب أبتدي الحلقة إني أسمع منك حاجة في البداية. طبعا إحنا النهاردة زي ما إحنا قلنا يعني هنسمع اكتر من نتكلم ان شاء الله، عايزين بقى نستمتع بالكلام الجميل وبالصوت الرائع وبالانشاد معاك. اتفضل. محمد قدواتنا، محمد قدواتنا، صلوات ربي، صلوات ربي وسلامه عليك حبيبي يا رسول الله. من أين أبدأ والحديث غرام، من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد، لا شعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافسه، هو ملهم هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى، في وصفه تتكسر الأقلام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى، هو ملهم هو قائد مقدام. رسموك في بعض الصحائف مجرما، في رسمهم يتجسد الإجرام. لا عشنا إن لم ننتصر لمحمد، وإن المسلمين كرام. لا عشنا إن لم ننتصر لمحمد، لأن المسلمين كرام. يا حسرة السيف الذي لم ينعتق من غمده، والمكرمات تضام. الله، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا، حاجة رائعة يعني بصراحة أمتعتنا. عايز ابدا معاك بقى، ايه هي ادوات المنشد؟ يعني المنشد الجيد ايه ادواته من وجهه نظرك؟ هو اولا المنشد الجيد او عموما اي منشد حابب يبدا في المجال ده، تمام، اولا لازم يكون عنده موهبه. انا الصراحه مش شايف ان يعني ممكن واحد ينشد من غير موهبه او يتعلم تعليم، لان الصوت ده مش حاجه، لازم تكون في موهبه من الاساس، تمام؟ يعني هو اهم حاجه الموهبه. طبعا المنشد بدون موهبه ما يبقاش منشد، من وجهه نظر يعني. من كلام حضرتك هاخدك في سؤال تاني، وهو دلوقتي لما يجي مثلا الموهبه، ممكن الواحد يكتسب الموهبه؟ يعني انت بتقول ما ينفعش الواحد يتعلمها، ممكن الواحد يكتسب الموهبه ولا لا؟ ممكن يكتسبها، بس لابد من وجود نبرة الصوت، لابد من وجود نبرة الصوت في الأول، تمام؟ لو عنده صوت يحاول يكبر من نفسه. طيب هو
طبعا زي ما انت بتقول ان الموهبة ما ينفعش الواحد ينفع يكتسبها، يعني لازم الواحد يبقى عنده الموهبة اساسا، لان الموهبة ما تجيش بالاكتساب. يعني انت ما تكتسبش الموهبة، لازم الواحد يبقى عنده الموهبة عشان يقدر يؤدي، يقدر ينشد. ما ينفعش اكتساب ودراسة والكلام ده. لا، هو دراسة واكتساب لابد برضو من وجود صوت، لان يعني ممكن يحفظ، ممكن يقول وينشد ويتكلم، لكن مش هتلاقي اعجاب بالصوت تمام، فمش هتلاقي حد متابع او مثلا بيسمع لك، مفيش موهبة يعتبر تمام. طيب انا بقى عايز اسالك في حاجه. انا والساده المشاهدين بنسمع كتير كلمه انشاد، بنسمع كلمه مدح، بنسمع كلمه ابتهالات. في فرق بين الحاجات الثلاثه دي كروحانيات؟ او مثلا هقول لك على حاجه، احنا نحب قوي نروح الحسين والسيده نفيسه في مدح للرسول عليه الصلاه والسلام، فكلمه مدح، كلمه ابتهالات، كلمه انشاد، في فرق بينهم ولا كلهم حاجه واحده؟ هو في الاساس اكيد كلهم حاجه واحده، لكن في كل واحد ليه طريقة صوت، الإنشاد ليه طريقة معينة، الابتهال ليه طريقة معينة تمام، وهكذا، لكن في الآخر كلهم بيأدوا لطريق واحدة يعني في الآخر تمام. تمام، هو كلام حضرتك جميل جدا، بس هناخد فاصل وبعدين نرجع مع حضرتك. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من الفاصل وهنكمل مع المنشد محمود حامد البدري. محمود، نرجع نستكمل حوارنا تاني عن الابتهالات والمدح والإنشاد. قلنا إن إحنا الحالة والفروق ما بينهم، هل في فرق ما بين الثلاث حاجات أو كلهم حالة واحدة؟ كلهم حالة واحدة في المضمون، لكن كل واحد له طريقة معينة. في الابتهال له طريقة تختلف عن الانشاد، غير الابتهال برضه يعني مش شبه بعض. يعني تقصد ان كمسميات يعني هو كله يندرج تحت الانشاد. تمام. ولكن له انواع بتختلف ما بين طريقة الالقاء، يعني المدح والموال والموشح يعني ده بتختلف. طب ممكن يعني على صوتك كده تدينا مثال الفرق بين ده او ده؟ تمام، ماشي. يعني حاجات بسيطة كده على صوتك، يعني قول لنا ده كذا وده كذا على صوتك، يعني مثلا ده ابتهال، ده مدح بصوتك. هتبدا بايه؟ تمام، نقول ابتهال. ماشي. يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، يغرى بهن ويولع الكرماء، زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. يا سيد السادات، يا سيد السادات، يا باب الحمى
يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما وجرى بطلعة بدره بحر الوفا وجرى بطلعة بدره وجرى بطلعة بدره بحر الوفا وشد الزمان وشد الزمان بمدحه وشد الزمان وشد الزمان بمدحه بمدحه وترنما. صلى الله على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. طيب انا عايزه اعرف بقى منك الطريقه اللي فاتت دي كانت ايه؟ دي الابتهال. دي الابتهال تمام. طيب تدينا حته صغيره كده لطريقه ثانيه. بس خليكم معايا قبل ما تدينا حاجه. انا قلت لك ايه؟ احنا عايزين حاجه بسيطه كده عشان نعرف الفرق تمام؟ انما انت قلت مشهوده كامله فلو كده مش هنعرف فرق. خلاص هقول حاجه ونكملها في اخر الحلقه. حاجه صغيره كده. تمام ماشي. تمام ماشي. يعني زي انشاد مثلا. ماشي نقول تقولوا معايا. ماشي. الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله جدا. طبعا الدكتوره منور قالت لك حاجه مهمه جدا. احنا بنشوف طبعا في السيده نفيسه في الحسين بنشوف زي موالد وبنشوف حاجات زي كده تمام. أيوة. هل المنشد المنشد يقدر يعني مثلا او ينفع يبقى في مولد او حاجه زي كده انه مثلا يحيي ليله زي الليالي دي؟ اكيد طبعا. لا يعني ده بيبقى اجمل حاجه في الموالد في الحفلات اللي بتبقى زي كده اللي هو المنشد لانه هو بيحيي الحفل كله. يعني أساسي. انت لو اتعرض عليك حاجه زي كده تروح ان شاء الله؟ طب ان شاء الله. احنا من هنا طبعا بندعي بقى يعني الناس القائمين على الحاجات اللي زي ديت. المنشد اللي معانا بصراحه منشد جميل جدا ومنشد شاب وحاجه مشرفه بندعيهم. يعني لو حد يعني عنده حاجه زي كده عنده حفل عنده ليله زي ديت طبعا احنا معانا رقم المنشد الجميل الاستاذ محمود معانا على الشاشه وهو جاهز لحاجه زي كده ان شاء الله. طيب استاذ محمود عايز اسالك بقى في حاجه تانية مهمه جدا. احنا متعودين من زمان ان احنا بنشوف المنشد لابس جلباب مثلا وعمه وكفتان والطريقه اللي احنا متعودين عليها اللي هي التقليديه القديمه. طبعا اليومين دول انا شايفه الوضع مختلف تماما وفي اتجاه حديث مختلف خالص. فعايزين كده نوضح للناس ايه الاختلاف اللي حصل في تطور. هو بالنسبه للملابس او الزي الرسمي للمنشد مثلا ده مش ثابت على حاجه معينه. زمان كانوا بيلبسوا اللي هو الشال مثلا وقفطان كده بيلبسوا تمام. حاليا تلاقي ممكن بيلبس بدله زي كده عادي كاجوال يعني. كاجوال يعني انا شايفاك يعني لابس مختلف عن زمان. فدي مش يعني مش هتحكم على مثلا منشد يلبس حاجه معينه. لا 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 يعني مش قاعده ثابته. كل واحد له الحريه كما يشاء. كل واحد يعني على حسب ما يرتاح هو بيلبس عادي ما فيهاش اي حاجه. وفي فرق يعني فرق بتبقى في الانشاد ده تمام. بيبقوا لابسين طقم كامل نفس اللون نفس الستايل نفس الزي بحيث ان هم يلفتوا الانتباه شويه. بالظبط. لكن لما يكون مثلا في انشاد منشد وحده في حفله مثلا او في مكان ما مش لازم يلتزم بلبس او زي معين يعني. طيب تمام. الانشاد الديني طبعا احنا نعرف ان المطربين الشعراء
مدرسه الليل، الناس دي بيبقى لها قاعده جماهيريه كبيره جدا. تمام. هل الانشاد الديني شايف انه واخد حقه وله قاعده جماهيريه دلوقتي، ولا شايف انه مظلوم؟ هو بالطبع مظلوم، يعني الـ يعني الـ الانشاد ده بالذات في يعني منشدين كتير، تمام، وفي متابعين كتير، وفي ناس كتير مهتمة بالموضوع ده، لكن مش واخد حقه طبعا، دي حاجة تخص يعني الرسول عليه السلام، فلازم دي تبقى من أولويات الحياة، الناس بتلتزم بيها وتسمعها وتحفظها، لكن مش واخد حقه يعتبر بالنسبة ليها يعني. يعني انت شايف انه مش واخد حقه؟ لا لا لا. زي باقي المواهب التانية. لا لا، المواهب التانية ممكن تلاقي غناء، تلاقي يعني اي نوع ما، لكن مش واخد حق يعني الانشاد مش واخد حقه زي الكلام ده. ان شاء الله ياخد حقه ويبقى يعني في الصدارة باذن الله. ان شاء الله. طيب انا عايزاك بقى تفتح لنا قلبك كده وتقول لنا اول مرة قررت فيها ان انت تدخل في مجال الانشاد والمدح والحاجات الحلوة دي، لما روحت البيت قلت لمين؟ ودور الاسره بقى والاهل، والدك والدتك استقبلوا الموضوع ازاي؟ واكيد كانوا مبسوطين وفرحانين طبعا. اكيد طبعا. عايزينك أكيد بقى تحكي لنا عن مشاعرهم، مين فيهم دعمك، مين وقف جنبك، الطريقه. والله هو الواحد يعني بصراحه لولا والده ده اولا، تمام، هو يعني هو ظاهري في الحياه دي، وهو كل حاجه يعني الحمد لله، وقف جنبي في اي حاجه وانا ممتن ليه لحد يعني ما اموت، تمام، لابويا، تمام، ووالدتي دي يعني بصراحة مش عارف، ما فيش كلام يعني أقدر أوصفها بيه باللي عملته معايا طول حياتي، أو أقدر أعبر عن شعوري بحب ليها هي وأبويا، والحمد لله يعني ربنا يحفظهم، وقفوا جنبي في الحتة دي خالص، ما عرضنيش في أي حاجة أنا عايز أعملها، مثلا فرحة لما يعني حبيت أعمل حاجة زي كده، يعني ما فيش أي إحباط منهم نهائي، بالعكس كان كل امداد منهم هم الحمد لله. تمام. يعني تمام. الاهل اللي كانوا معاك في ظهرك، تمام، صندوق. أيوة. طبعا انا بحاول اختصر. أيوة. عشان الوقت شبه انتهى. تمام. صندوق وفقفوا جنبك. طبعا من هنا برضو بنوجه رساله ان في اهل كتير جدا بيكسروا يعني ابنائهم وبيحبطوهم، شجعوهم وقفوا جنبهم. أيوة. انتوا اول ناس لازم تقفوا جنبهم. سؤال اخير قبل ما تقول حاجه للختام. تمام. لو هتوجه رساله لحد هتوجهها لمين وهتقول فيها ايه؟ هوجه رسالة لأهلي أولا، تمام، أهلي دول كل حاجة بالنسبة لي، يعني وقفوا جنبي في أي حاجة، أنا بصراحة مش عارف أقول إيه في حقهم، بوجه لهم رسالة أن أشكرهم طبعا على كل حاجة عملوها معايا ووقفوا معايا فيها، وبخصوصا في الموضوع ده يعني الحمد لله، وكل أهلي يعني مش أهل البيت بس، لا أهلي كلهم وناس قريب، والحمد لله يعني الواحد بيعز الناس كلها، ربنا يحفظ الكل يعني. تمام. تمام. طيب انا احب اقول ان انا سعيده جدا بوجودك، سعيده جدا عشان حاجتين، اول حاجه ان انت اصريت ان احنا نقول محمود حامد البدري، واتكيت علينا جدا ان لازم نقول اسم الاب مش لازم. بس اللقب لازم. تاني حاجه عشان انت نورتنا من مركز الغنايم اسيوط، وان انت اصريت ان احنا برضو نقول اسيوط ونقول المركز. تمام. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، وسعداء جدا عايزينك بيك. بقى يعني في الختام كده تختم لنا بحاجه تقولوا معايا بقى. هنقول هنقول ان شاء الله. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على نور رسول الله، سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله، الله 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 على نور رسول الله.